معي على الهاتف الاستاذ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقد. مساء الخير يا استاذ عصام، اهلا بيك يا استاذه. عندك اجابه؟ على ايه بقى؟ هو فين حبيب العدل؟ حبيب العدل مختبئ او هربان، ما نعرفش. والحقيقه دي مساله في غايه الخطوره، ان يبقى وزير داخليه صادر ضده حكم بالحبس والسجن، ومفترض كان تحت الاقامه الجبريه، ولا يتم تنفيذ الحكم منذ لحظه اعلان الحكم حتى هذه اللحظه. مساله في منتهى الغرابه. والحقيقه يعني قيل امور كثيره جدا، قيل مثلا ان هو هرب خارج البلاد، وقيل انه موجود في مصر وما خرجش. المساله زي دي انا الحقيقه مستغرب ان يستمر وزير الداخليه في موقعه بعد هذه. انا رايي ان دي فضيحه، ده معناه اهدار لسياده القانون وضرب بالاحكام القضائيه. وانا مش قادر اتخيل وزير حتى هذه اللحظه، وزير داخليه، يبقى هربان من تنفيذ حكم، وبعدين يتقال ان لما يعمل النقض وتيجي جلسه النقض هيظهر. فاحنا منتظرين نشهد يعني هذه اليوم 11 يناير، يوم نظر الطعن بالنقض، يظهر فجاه امام المحكمه. دي مساله معناها انه القانون في اجازه، والاحكام القضائيه لا تنفذ. وانا بقول لو ان وزير الداخليه يعني يشعر بمسؤوليته لكان قدم استقالته بسبب هذه المهزله. طب خليك معايا يا استاذ عصام، انا معايا الدكتور محمد الجندي، عضو هيئه الدفاع عن حبيب العدلي. دكتور جندي، هل ما زلت عضوا لهيئه الدفاع عن وزير الداخليه السابق؟ اي يا فندم، انا المحامي معالي السيد الوزير الاسبق حبيب العدلي، وزير الداخليه الذي تحقق في عهده الامن والامان. ده مش بقيه الجمله يا فندم، ده مش بقيه الجمله. في كل مكان. يعني معلش حضرتك، احنا هنا مش في هيئه المحكمه عشان حضرتك تقول الصفات، انا بسال حضرتك سؤال بعد اذن حضرتك. اين حبيب العدلي؟ لماذا لم يمثل امام المحكمه؟ لماذا لم ينفذ عليه الحكم؟ يسال في ذلك من يعلم مكان حبيب العدلي، انا لا اعلم مكان حبيب العدلي، ولا اعلم اين يتواجد. وليس لي علاقه بثمة مكان يتواجد فيه او غير متواجد فيه. كل ما قمت بعملي بناء على اتصال من اقارب اللواء الاسبق حبيب العدلي، قمت بعمل مذكره بالطعن بالنقد على الحكم الصادر ضده، وقدمت الى النيابه. وفي جلسه المحاكمه سامثل اذا مثل حبيب العدلي، اذا لم يمثل حبيب العدلي لن امثل للمحاكمه، لأن القانون يشترط حضور المتهم بشخصه بالظبط، ما هو ده اللي أنا كنت عايزه، والتنفيذ عليه قبل جلسة المحاكمة. ولم يمثل يعني أنا أذكر حضرتك كنت قلت لنا إنه هيجي هيمثل أمام المحاكمة وما جاش. في جلسة الإشكال التي قدمها أحد الزملاء من قبل، كانت المعلومات التي عندي وفق مصادر مقربة من اللواء حبيب العدل أنه سيمثل للحضور بسيارة إسعاف وفق رفقة الفريق الطبي المعالج له، إلا أنه قبل الجلسة تعذر حضوره لتدهور حالته الصحية، وبناء عليه لم أحضر جلسة الإشكال لأنه كان يجب حضوره بشخص. وفي جلسة المحاكمة بالضبط، إذا لم يحضر الجلسة لن أحضر الجلسة، وإذا حضر سأشرف بالحضور أمامه وأتولى الدفاع وأتولى وبالتالي رفض الإشكال. رفض الإشكال من قبل لعدم حضوره، لأن القانون يشترط أن يحضر. أن يحضر المتهم، مظبوط. بعد كده قدمت حضرتك حضرتك اللي قدمت الطعن بالنقد، مذكرة الطعن بالنقد اللي حددت لها 11 يناير. أي سنة. وجوبيا يعني مثول حبيب العدلي أمام المحكمة في الطعن بالنقد. يشترط القانون، قانون أحكام النقد، القانون 57، أن يسلم المتهم ويتم التنفيذ عليه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقد، وإلا سقط حقه يعني الطعن بالنقد. فلازم يتحبس، يعني لازم يتم حبسه ثم يعني يمثل أمام المحكمة. بالضبط يا فندم، وإذا لم يتم هذا يسقط حقه في التقرير بالنقد، فممكن يروح الصبح نهائي بعد. فممكن يروح الصبح. وارد إن هو يروح الصبح أو قبلها بيوم، أو إن هو ينفذ عليه خلال الفترة ديت، الله أعلم، أنا لا أعلم شيء عن هذا. حضرتك مش على اتصال بيه، ما بتكلمش أسرته، ما بتكلمش حضرتك المحامي يا فندم.
على اتصال بأسرة حبيب العدلي التي لا تعلم أين يتواجد حبيب العدلي ولا يعلم شخص أي مكان هو أين هو يتواجد الآن. بشكرك دكتور محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العدلي. وأستاذ عصام تحب تعلق؟ لا بس عايز أقول حاجة، الإشكال مش شرط المتهم يحضر في الإشكال، يجوز الحضور في الإشكال بتوكيل عن المتهم أو المحكوم عليه، لكن في النقض لابد من مثول المتهم المحكوم عليه بالحبس أمام النقض، وأن يكون ينفذ الحكم عليه، وبالتالي في الجلسة القادمة لابد من حضوره وإلا يقضى بعدم قبول الطعن. أشكرك. إنما مسألة بقى ما حدش يعرف دي هو لابس طاقية لخفة، أنا مش قادر أفهم يعني. لا العيلة تعرف ولا الداخلية تعرف. لا طبعا كل العيلة تعرف ولا حد يعرف. ولو تم مجهود اتعمل وضع شغل أمني صحيح في ثواني يقدروا يعرفوا هو فين. ده لو مواطن عادي يا فندم يا أستاذ عصام. لو هناك إرادة حقيقية في تنفيذ الحكم القضائي بحبس الوزير الداخلية السابق الأسبق، لكن ده اذا كان هناك يعني حضرتك شفتيه هو كيف كان يعامل وهو مسجون وهو محبوس ومحكوم حتى عليه. لا المساله اخطر من هذا كثيرا، وانا بعتقد دي يعني سب في جبين سياده القانون. اشكرك شكرا جزيلا سيد عصام الاسطنبولي المحامي بالنقط.